النهارده الذكرى الثالثه لحمله الحريه الجدعان. حقيقه الحمله بدات في 2014، في يناير 2014، لانه في ذكرى يناير 2014، ذكرى اندلاع الثوره 25. حصل انه تم انتقال مجموعه كبيره من الزملاء ورفاق وغير الزملاء، يعني من الموجودين في الشارع. بس كمان حصل انه من المجموعه الكبيره دي اثنين من رفاقنا اتكلوا من العربية في الحقيقة بعد انتهاء وقفة أو محاولة وقفة. اليوم ده كمان استشهد واحد من زمايلنا، هو عضو في سيد أمريكي، سيد ميسا، واستشهد عدد كبير من الناس منهم صديق شخصي ليا. فاليوم كان في قمع أمني قاسي جدا، يعني كان في ضرب بالرصاص في حي، كان في ضرب حتى لو مش متأكدين عضو أو مشارك أو مشاركة في الوقفة. الاثنين رفاقنا اللي اتاخدوا من عربيتهم لانهم مواطنين، يعني ما اطلق عليهم وقتها مواطنين شرفاء، وهم في الاغلب الحقيقه كانوا مخبرين، دلوا عنهم وقالوا ان هم نشطاء سياسيين، واتاخدوا من جوه العربيه الحقيقه، واتحطت تهم للجميع. بس كمان هم تهمهم كانت اعلى جدا، واتهموا ان هم معاهم في العربيه كميه حاجات وكميه ناس، يعني محتاجين تبقى عربيه نقل يعني عشان تاخد كل الاتهامات الاوليه بتاعت وجود منشورات ووجود اسلحه بيضاء ووجود بشر، يعني في 15 كانوا المفروض موجودين جوه العربيه حسب الاخبار. وقتها في زميله عملت صفحه قالت فيها او باسم الحريه للجدعان خالد السيد وناجي كامل، هم الرفيقين اللي اتاخدوا. احنا اجتمعنا بشكل عاجل علشان نشوف ايه ممكن يتعمل للضغط علشان حريه المعتقلين عموما وطبعا الرفاقه. وقتها طلبنا انه او بدا نقاش على انه الصفحه تتغير اسمها، مش حتى انه يتعمل غيرها، لانه كان بدا يبقى لها زخم كبير له علاقه بانه ناجي وخالد معروفين كحركيين يعني. فالصفحه بالفعل اكتسبت زخم عالي جدا، وكان في موقف سياسي لازم يتاخد له علاقه بانه لا، احنا ما بنعملش حملات او صفحه او شغل لانه الاثنين دول صحابنا بشكل شخصي ورفاقنا، عبد اكبر منهم ولازم الجميع يبقى مضغط فيها. هم كمان طلبوا ده من جوه المعتقل يعني. فتعملت تحولت الصفحه للحريه للجدعان، حريه خالد السيد وزي كده. وبقت بالصدفه كلمه الحريه للجدعان هاشتاج بيتم تداوله، وبعدين بقى بالقصد هو الهاشتاج اللي بيوصف دايما بكلام عن المعتقل. من هنا بدات الحمله، ومن هنا وبدات بتعثر بسيط، لكن الحقيقه الموقف اتظبط وتم تعديله، يعني تعديل مسار سريع. من 2012 بدا يبقى في شكل قمع مختلف وازيد عن اللي كنا بنواجهه حتى ايام مبارك. طبعا 2011 مختلفه، في اعتقالات حصلت في 2011 بس ما كانتش بالطريقه دي، وما كانتش بالتالي كمان بتاخد زخم، لانه في الاخر صعب تسمعي عنها لاننا في عز بطوله الثوره متخيلين ان احنا منتصرين او يعني بنحقق اشياء. من 2012 بالذات من بدايه حكم مرسي بقى في اعتقالات، بس كانت متركزه على بني ادمين بالاسم، على تارجتنج نشطاء بالاسم، على استهداف نشطاء معينين بيعتبرهم نظام مرسي اعداء، وعلاء عبد الفتاح، احمد ماهر، احمد دوما، باسم يوسف ك مطاردات قانونيه حتى. فكان عاده بيتعمل لهم صفحات هم ليهم كافراد، لانه هو متاخد من بيته بشكل شخصي لوحده، مش في اطار تظاهره او حاجه. وكنا عاده بنعتمد على انه لو حصل انه في محمد محمود او في الذكرى بتاعتها في مجلس الوزراء او الذكرى بتاعتها او في اي احتجاجات حصل في اعتقالات، كنا بنتكلم عن بني ادمين باسمه. من
بدايات نهاية حكم مرسي بدأ الانتقالات تبقى أوسع وأعلى، وكنا بنواجه المعضلة في ده، وكنا عادة بنعتمد على صفحات الحركات السياسية. من بعد الانقلاب العسكري بقت حتى الحركات السياسية دي مش عارفة تتكلم عن البني آدمين اللي جواها، لأنه بقى بيحصل إنه حتى الأدمنز بتوع الصفحات بينتقلوا، وبقى في أزمة كمان إنه حصل انقسام طبعا، أو يعني حصل انعكاس للانقسام ده على الحملات بتاعت الدفاع عن المعتقلين، لأنه الانقسام ده كان شكله هو إنه الإسلاميين عندهم معتقلينهم، والقوى المدنية عندها معتقلينها، وجوه القوى المدنية في قوى ضد الانقلاب، وفي قوى في الحقيقة مع الانقلاب، ومع ذلك بيتم اعتقال ناس منهم، لأنه كان حتى أي حملة انتخابية عادية حتى في البرلمان مثلا، مجرد إنك تنزلي تقولي لأ على حاجة فده بيعتبر تظاهرة، وبالتالي بيقابل بقبض، بل إنك لو بتقولي آه وتجمهرتي فبرضه بيعتبر تظاهرة وبيقابل بقمع، والقمع كان عالي جدا. احنا في الفترة دي كمان بدأنا كنا نشوف أحكام عالية جدا، وهو ده اللي عمل النقلة في 2014. احنا في 2013 كنا بقينا نشوف مش بس ناس بتعتقل، الناس بتعتقل وبتاخد سنين سجن كبيرة، وده كان المرعب. القبضة بتاعت 2014 يناير 2014 كان مرعب بالنسبة لنا فيها، إن الناس ممكن تاخد أحكام بخمس سنين، 10 سنين، 25 سنة. يعني أحمد دومة واخد تقريبا حاجة و30 سنة أحكام سجن مثلا، فكان بالنسبة لنا لازم اتحركوا بسرعة جدا قبل ما يزخم إن في عدد اتاخد في لحظة زي دي، في ذكرى زي دي يروح، وبالتالي يبقوا معتقلين تايهين في وسط عدد تاني، بس المختلف إنهم جايين في لحظة القضاء والنظام حابب يبقى سخي قوي في أحكام أحكام السجون. فوقتها اتجمعنا، وكان في عدد من الاجتماعات، بس كان في اجتماع رئيسي كان متغير في الاسم الصفحة، وكان في نقاش طويل حوالين احنا بنغطي مين وبنتكلم عن مين. النقاش استمر بشكل اطول في الحقيقة، لانه في الشهور الاولانية للحملة كان في طول الوقت ناس بتعارض انه احنا بنغطي كمان المعتقلين الاسلاميين. احنا كنا كيساريين مصرين انه في الحقيقة خصوصا الشركين الثوريين، يعني مش اعضاء تنظيم الشركين الثوريين بس، الشركية الثورية بشكل أوسع في مصر، يعني كنا مصرين إنه النزاهة السياسية واللحظة تحتم إنه الصفحة تغطي كل المعتقلين، وإنه أي عمل على إعاشة أو دفاع عن المعتقلين بيغطي الكل. كذلك كان بيحصل في جبهة الدفاع عن المتظاهرين مصر مثلا، هي جبهة من المحامين، هم بالطبع كانوا بيغطوا أي معتقل وكل معتقل، فكان في إصرار في اللحظة دي على إنه ده لازم يبقى هدفنا و سياستنا. كان في خطاب له علاقه بانه طب انا مش معارض ان احنا ندافع عن الاسلاميين، بس الاسلاميين عندهم تكتلاتهم وعندهم خبراتهم التاريخيه في التعامل مع المعتقلات، وعندهم بعض التمويل ازيد مننا. طبعا احنا كنا بنواجه فقر شديد فيما يتعلق بالتمويل، التنظيمات كانت بتقع، وبالتالي مفيش اشتراكات بتدفع، علاقتك بالناس اقل بكتير، وبالتالي حتى انت بتعتمدي على عدد اعضائك، وده امر زاد كمان بعد 2014 و2015 اتفاقا جدا يعني. فكان القرار هو انه جزء من اكتساب الحمله لنزاهتها، وجزء من مميزات الحمله هي انها مش بتنتمي لفصيل معين، مش بتغطي فصيل معين، وبالتالي حتى لو الاسلاميين قادرين يتكلموا عن معتقلينهم فما بيسمعهمش غير اسلاميين برضه. ميزه الحريه للجدعان هي انها كانت بدات تاخد زخم، بيسمح انه يسمعهم عدد مختلف من الناس، بيسمح انها تكسر شيء من الاستقطاب اللي كان حاصل، وبالتالي احنا اصرينا انه ده يستغل علشان حمايه كل المعتقلين، علشان الدفاع عن كل المعتقلين، والعمل على اعاشه كل المعتقلين. الحمله لما بدات بدات باسماء معروفه، ومعروف انها بتنتمي لليسار. الاهميه السياسيه اللي خدتها كان جزء منها له علاقه بانه هذه الصفحه والحمله اللي بتنتمي لليسار مصره انه تفضح ان القمع بيطل الجميع، وانه في الحقيقه ايوه الاسلاميين بيطلبوا قمع اعلى، على الاقل اعداد معتقلينهم ده فينا واكثر. احنا كنا بنتكلم على ولا زلنا يعني على فوق 40,000 معتقل ومعتقله. ده واحد من الحاجات المهمه. الحاجه الثانيه هي انه بقى في فراغ سياسي. دي مش بالضروره ميزه، لكن هي الحمله اكتسبت اهميتها منها، انه كتير من الناس اللي مش قادره تمارس العمل السياسي
كانت على الأقل بتلاقي نفسها قادرة تحاول تمارس عمل إعاشة للمعتقلين، عمل صيانة. على المدى الطويل ده ما كانش ميزة كبيرة، لأنه في ناس كتير ركنت لده. متفهم طبعا إن المخاطر الأمنية لو مع ممارسة سياسة عالية جدا، المخاطر الأمنية أصلا مع ممارسة الإعاشة للمعتقلين عالية جدا جدا، فما بالك بقى بالممارسة السياسية. لكن اللي حصل هو إنه الأهمية جت من الظرف ده، الظرف الذاتي والظرف الموضوعي. الظرف الذاتي له علاقة بإنه النشطاء محتاجين يحسوا إنهم لسه بيعملوا حاجة، محتاجين يحسوا كمان إن الناس اللي هي إن هم حاسين إنهم ناديين منهم، لأنهم بيخسروا عمرهم جوه المعتقلات علشان الأهداف اللي كلنا كنا بنطالب بيها، علشان الحلم اللي كلنا كنا بنحلم بيه. فالناس دي مش منسية، الناس دي مش متروكة للعبث والقهر اللي بيحصل جوه السجون. فالحملة بقت كمان مش بس بتتكلم عن في حد اعتقل، الحملة بقت كمان بنتكلم عن انه في حد بينكل بيه جوه السجن، في حد ما بياخدش حقوقه جوه السجن. الحملة بقت شبكة، لان الناس تنظم نفسها وتتكلم عن ممكن نعمل ايه علشان نحقق في الصحة، نشتغل على ده. الحقيقة انه في رفاق اهم مني بكتير اشتغلوا على الحاجات دي. يعني انا مهامي كانت عبارة عن انه انوه عن انه حد حصل له حاجة او لانه بيوصل لي حاجات، او انه في حاجة في السجن بتحصل لانه في ناس تواصل معايا، او انه ارتب شيء هينتشر، او اني اشارك بالافكار. في ناس كان مطلوب بيها ان هي تشتغل على الصفحه الخارجيه للحمله، يعني احنا بنشتغل على صفحه داخليه وصفحه للجماهير يعني، وتعلن عن الحاجات وترتب هتعلن ازاي وتعلن امتى. في ناس كانت بتشتغل على كمان محاوله انه، ودي كانت بتحصل بقى بشكل طبيعي تلقائي اورجانيك اكتر من انه منظم، انه من جوه الصفحه الداخليه بيطلع حد ويقول انا هشتغل على الحمله حق المعتقلين في الصحه. حد تاني بيبتدي حمله تانيه لكتابي من اجلك، يعني انه حمله لجمع كتب علشان ارسالها للمعتقلين، لانه طبعا ده عبء مادي زياده على الاهالي، غير انه الاهالي ما كانوش بالضروره دايما لاقيين الكتب اللي مطلوبه ومحتاجينها المعتقلين وعايزين يقروها او يهتموا يقروها بسبب نقاش داخلي في السجن. مش كل المعتقلين طبعا كانوا بينالوا الحق في انهم يقروا. في معتقلين زي علاء عبد الفتاح ممنوع تماما من انه يدخلوا اي كتب، ولا حتى مجله ميكي ولا اي مجله كوميكس حتى ممكن. ودي حاجه من الحاجات اللي الصفحه كانت برضه بتحاول تنوه عنها، انه جوه السجن في تفاوت وفي درجات من الاعتقال من التنكيل، مش لانه الكل المفروض ينكل بيه بالطريقه الفلانيه، بس لانه مش المفروض حد يخسر اكتر من خسران عمره جوه السجن. ده يعني عبء كافي، وده من اكبر الابرياء مش المفروض يدفعوه. من جوه الحمله بدات تطلع حاجات مختلفه، من جوه الحمله كمان بقى في زخم له علاقه بانه الناس ساعات طبعا كان بيبقى طموحها اعلى من امكانيات الحمله، بتبقى عندها رغبه انها تعمل تحركات سياسيه، تحركات في الشارع. ودي مش حاجه للامانه المنازعه الحمله كانت المفروض الحمله تبقى بتشتغل عليها. وبالتالي الحمله نفسها بقوامها قاومت الافكار دي لحد ما، لانه في تجربه مثلا لها علاقه بمبادره كازيكون، انا كنت جزء من مؤسسها عسكر كازيكون. التجربه كانت عباره عن ابداع فيديوهات قصيره بتبين مؤتمرات المجلس العسكري الصحفيه، وبتبين بالفيديو الحقيقه. هما بيقولوا احنا ما ضربناش رصاص، واحنا بنجيب ناس بتضرب رصاص، لكن دي الحقيقه اللي اتصورت. هما بيقولوا احنا ما عملناش، ما حرقناش كذا، واحنا بنجيب ما يثبت انه عسكريين بزيهم العسكري كانوا بيحرقوا كذا، او الشرطه كانت بتعمل كذا. الفكره كانت انه الحاجه بتتحط على الاونلاين، وناس بتاخدها ما تعرفناش ومش لازم تعرفنا، بتنطلق في الشوارع بتعرضها، وهي فكره هيت يعني بتعرضها وتجري يعني لحمايه الوطنيه. ده من اي من وقت من 2011 من 2012 تقريبا بدايه 2012 من مجلس الوزراء في الحقيقه من 2012. كنا احنا بنرعى بعض العروض وبننزل نعملها بنفسنا او جوه حركاتنا، لان احنا كنا بننتمي لحركات مختلفه، بس الفكره كانت انه قد ارد عروض اللي احنا بنعملها 20 مره بيتعمل حاجات من بره. المغزى من كل اللي بقوله ده انه في الاخر احنا ما عندناش حركيين. اهميه حركيين المبادر بالدعوه الواقفه وانهم بيأمنوا الحركة الوقفة، بيأمنوا الحركة الاحتجاجية النهاردة،
بيضمنوا انها تدي في الساعه الفلانيه لانهم ضامنين على الاقل عدد معين موجود. ده ما كانش شيء بتملكه الحريه الجدعان ومش المفروض تملكه لانها مبنيه على شبكه من الناس اللي بتشتغل على هدف محدد، بس مش بالضروره هي كلها متفقه على التنظيم السياسي، على انها قوه تنظيمات سياسيه وحركيه. الاشكال المشتبكين مع الحمله اختلفوا طبعا من بدايتها لحد النهارده. في بدايتها خالص كان المشتبكين بالاساس هم الحركيين الزملاء المعتقلين ورفاقهم واعضاء حملات مختلفه. مع الوقت بقى كمان في اعضاء الاخوان او اشكال ثانيه مختلفه مع مقاومتهم، هم مش اعضاء جوه الحمله خالص بس هم بقوا بيشتركوا مع الصفحه الخارجيه للحمله. يعني هم طول الوقت رفضوا يبقوا جوه الصفحه الداخليه، واحنا ما قدمناش دعوه الحقيقه لاي جماعه او اي حركه سياسيه. المهتم يشتغل على اعاشه ودفاع المعتقلين كان بيعمل ده. بس كمان بعد شويه بقى قوام الحمله الاساسيه حتى الصفحه الداخليه هو اهالي المعتقلين. فطبعا قبلهم سبقهم محامين المعتقلين. يعني بقوا محامين كمان بيبقوا مش بس بيكفيهم جبهه الدفاع عن المتظاهرين، بس كانوا بيبقوا محتاجين كمان يبقوا جوه حريه الجدعان لان جواها الانذار السريع بانه حصل الاعتقالات، لانه في بني ادمين ما نعرفهمش خالص بيبعت يقول اخويا اتاخد من كمين، اختي اتاخدت بشكل عشوائي علشان لابسه نقاب، اختي اتعكست في الشارع فردت على حد فاتهمها انها اخوان فاتاخدت، وفي الحقيقه هي بشعرها اصلا. حاجات مختلفه كانت بتيجي للصفحه لان الناس بقت في عينيهم الصفحه هي المكان اللي بيصبوا فيه معلومات عن المعتقلين. وبدات الصفحه كمان جواها نشطاء قرروا طلعوا احصائيات عن عدد المعتقلين وعدد الانتقالات ويشتغلوا على انه ده يتعمل بشكل دوري. بعدين كمان بقى في عدد كبير قوي من اهالي المعتقلين. ده اثر ايجابا وسلبا الى حد ما على الحمله، لانه اهالي المعتقلين بيبقوا مصرين شويه على انه كل حد بيفكر طبعا في ابنه وما عندوش فكره ممكن قضايا الباقيين تساعده ازاي، ما عندوش، عنده رعب شديد، وبالتالي كمان في عاطفيه شديده في الخطاب، وده متفهم تماما. بس اثر بالايجاب لانه بقى في ناس معنيه جدا والموضوع يخصهم جدا بانه الحمله تفضل عايشه ويفضل فيها مجهود. والعظيم انه كان في كتير من اهالي المعتقلين من اولادهم بيطلعوا او اخواتهم او ازواجهم او زوجاتهم بيفضلوا موجودين جوه الصفحه الداخليه وبيأدوا اضعاف الشغل اللي كانوا بيعملوه ايام ما كان ليهم حد معتقل، لانهم بيحسوا انهم مدينين للزخم اللي حصل، مدينين للناس اللي اشتغلت معاهم انهم يشتغلوا كمان على خروج الباقي. وبقى في حتى صداقات بتحصل بين اهالي المعتقلين وبعض وبين المحامين واهالي المعتقلين وهم مش محامين. واستمر الدخول دايما له علاقه بانه حد عنده معلومات يقدر يدخلها ويحطها. طبعا حصل انه في لحظه اتضربت الصفحه الداخليه عني فاضطرينا ننقل على صفحه ثانيه داخليه. فبيبقى في يعني تحديات. لا الحقيقه عاده المبادرات الداخليه اللي كانت بتبقى لها علاقه بحقوق معينه للمعتقلين زي الحق في الصحه او الحق في القراءه وكده كانت عاده بتخرج بمبادرات فرديه. يعني طبيب نقابي زي طاهر مثلا يعرض انه الموضوع ده هو هيشتغل عليه في النقابه بكل الاحوال، فيبادر اخرين ما يعرفوهوش بالضروره يقولوا احنا مستعدين نشتغل معاك، اخرين يعرفوه، فتتكون مجموعه بره خالص الحريه الجدعان تتقابل وتقرر انها تكمل في الموضوع ده. يبادر رفيق معتقل سابق بانه يقول انا عايز اجمع كتب المعتقلين، فتتحول بالردود والتفاعل معاها لحمله ثانيه خالص على تجميع كتب والتبرع بكتب والتبرع بتوصيلها كمان للمعتقلين. كان في طبعا دايما تحديات لها علاقه بالقلق الامني والمحاولات الامنيه لاختراق الصفحه، وفعلا في مره اخترقت الصفحه الداخليه واضطرينا ننقل صفحه ثانيه. بس في كمان قلق امني من فكره مثلا احنا ما عندناش اي قدره تجميع فلوس، لان طول الوقت قلقانة من انه ده يعمل مشاكل امنيه. فالتجميع بيبقى عاده بيصب عند المحامين، بس في محاوله مبادره اننا نجمع. الحريه الجدعانه مش بالضروره كانت شريك بوضوح شديد فيما يتعلق بتجميع غرامات معتقلين.
معتقلي 2000 ده معتقلي 2016 في قضية تيران وصنافير، لكن هي من جواها في شبكة ساعدت برضو في إنه ده يحصل. ومن براها طبعا يعني هو من مميزات لحظة تجميع الغرامات إنها كانت برانا كلنا في الحقيقة، برانا جدا يعني، وبينت قد إيه إنه في ناس لسه الثورة بتعنيهم وبتهمهم يعني، بس مش دايما عايزين أو قادرين يعملوا الأصعب، ففي حاجات تانية ينفع تتعمل. فيما يخص الشكل التنظيمي للحملة، في البداية طبعا كان في حتى صعوبات أمنية في الاجتماع، في إن إحنا نتجمع في مكان واحد جميعا. كان في ظرف موضوعي له علاقه بانه امنيا، خصوصا في لحظات الذكرى اللي بيزيد فيها الاعتقالات، ذكرى 25 يناير، ذكرى محمد محمود، او التحركات المختلفه. اللحظه دي بتبقى في سعار امني حقيقي، فبيبقى تواجد في مكان واحد خطر علينا، وفتح الاعضاء للحمله يعني علني مجاني يعني. لكن كان في مجموعات، مثلا المجموعه الاعلاميه للحمله اللي هي انا مش جزء، المجموعة دي كانت قعدت شهور بتتقابل بشكل دوري علشان تخلق سياسة للحملة، عشان تتأكد إنها متفقة على باترن واحد للحملة، هتتكتب على صفحتها إزاي وتدار إزاي، بنرتب الأولويات إزاي، وبنتحدث عن المعتقلين إزاي، لأنه كان في رغبة كمان مثلا إنه التون يبقى فيه شيء إنساني طبعا، وتتكلم عن معاناة الأهالي ومعاناة الإنسان نفسه المعتقل وقد إيه حياته اتعطلت بده. بس كمان كان عندنا رغبة إننا نبعد شوية عن النزعة اللي مثلا بيتسم بيها بعض الحملات الإسلامية من المعتقلين هم أو المعتقلين عموما، بتاعت إنه تأكيد على ده لأنه جامعي مؤهل قيادي إنسان بأشكال مختلفة، فلذلك هو بيستحق البراءة. كان في رغبة كمان في إنه الوضع يبقى هو إنه في الحقيقة كل بني آدم معتقل بشكل غير قانوني تحت حبس احتياطي بشكل غير قانوني من حقه إنه تدار ليه حملة ويضغط على إفراج عنه أو تحويله محاكمة، من حقه طبعا الضغط لمحاكمة عادلة بيتعرض له. وبما إن المحاكمات طبعا كانت مسيسة، فكان كمان من حقه فتح لما المحاكمات تبقى مش، فكان في رغبه في انك تأنزل الخطاب وانت بتتكلم عن المعتقل، لكن ما تحولوش لانه يبقى هو في حد ذاته خطاب يتسم ولو حتى من غير قصد بشيء من الطبقيه والاستبعاد الاخرين اللي ما بيتسموش زي المعتقل الملاك ده بهذه الصفات، علشان تأكيد على الحقوق، على انه في الحقيقه في حقوق هي اللي احنا بالاساس بندافع عنها. بعد شهور بقت المجموعة الإعلامية مثلا مش محتاجة تتقابل بشكل دوري، محتاجة تتقابل فترات أبعد، لأنها بقت قادرة بعد نقاش طويل وبعد اتفاقات مختلفة تبقى عارفة إيه المية اللي هتمشي عليها كلها، وبقت عارفة تقدر تقسم شغلها إزاي، بقت عارفة مين بيصحى من الساعة كذا لكذا يبقى مسؤوليته هو إنه بيتابع علشان يكتب، ومين بيتابع علشان يبلغ، علشان لو حتى جبهة الدفاع المتظاهرة مثلا محتاجة تبلغ تتبلغ. الظرف الذاتي كمان بقى للنشطاء كان عليه عامل، يعني غير الظرف الموضوعي والامن وكده، في وقت كان كتير من الناس بتهرب بره مصر لانها مطارده، لان وجودها جوه مصر معناه انها تعتبر هتبقى غير فعاله بره، ودول كانوا جزء من الحمله بيشتغلوا منها من البيت، مش بالضروره حتى لانهم عليهم قضايا، بس لانه احتمالات التنكيل بيهم او اعتقالهم عاليه. في وقت كان كمان النشطاء مرهقين جدا نفسيا وجسديا، اكتر من انه اصرار على اجتماع دوري يبقى بيفيد او بيأدي غلط. في وقت كمان كان مع دخول كتير من اهل المعتقلين بقى ده شيء صعب جدا، لانه ده معناه انك بتطلبي من الناس منتشرين في الجمهوريه كلها يبقوا بيتواجدوا في القاهره في لحظه معينه، وده شيء مستحيل حتى لو جلسات اولادهم بتحصل في القاهره، هم في كتير من الاوقات ما بيقدروش موجودين فيها. كتير من الاوقات حتى الزيارات بتتوقف لانهم ماديا ما بقوش قادرين يقوموا بالعبء المادي او بيغطوا العبء المادي المطلوب علشان يقدروا يسافروا كل المسافات دي، وكمان يسافروا معاهم الى عشان يطلبوا لاولادهم.
كنا بنحاول عادة أو زملاء آخرين كمان غيري في لجنة تانية لها علاقة بالإعاشة، أنا كنت بساعد فيها، بس يعني حقيقي في ناس تانية لها الفضل الأكبر في ده، إنه لما يحصل مجموعة معتقلة كبيرة جديدة دايما بيحصل تحضير شنط الكل متساوية تماما بغض النظر إحنا نعرف مين هم مش مين، فيها الأساسيات اللي هيحتاجوها لو إحنا في الشتاء، ففيها ملابس شتوي وبطانية وأدوات نظافتهم والأدوية اللي هيحتاجوها، لأنه عادة في الاعتقالات خصوصا قبل ما يتنقلوا يسكنوا مع أحكام يعني اللي غير محكوم عنهم في حبس احتياطي أو لسه في القسم بيبقى في خطر أمراض زي الجرب وحاجات مختلفة كتير. فكنا دايما بنحرص على إنه ده بيحصل بشكل متساوي، وهو في الحقيقة اكتشفنا إنه كمان بيعمل تأثير نفسي على المعتقلين، لأنه لما بيلاقي نفسه متاخد في الشارع بشكل عشوائي هو والناشط المعروف كلهم بيتعاملوا بنفس الشكل، ده بيخفف عنه إحساسه بإنه عبء على أهله، بس كمان بيحسسه إنه هو مش متساب، إنه ظهره مش في الحيطة. كان كمان بيبقى فيه محاولة كان لإنه تجميع أدبيات السجن مثلا، دي كانت مبادرات بتطلع من جوه الصفحة الداخلية بس بتبقى بره خط، يعني بتطلع توسع أكتر بره عن الحرية الإبداعية، إنه حد يقرر إنه يطلب إنه ناس تشاركوا جوابات المعتقلين لأنه عايز يكتب عن أدبيات السجون، حد يقرر يكتب عن قصص الأهالي التعامل مع السكنين اللي هم مختلفين تماما، كتير منهم بيقمع بمزاج شديد وبيحب يمارس السلطوية لأنه بتحقق له شيء من نفسي، وبعضهم كان بيبقى متعاطف وخجل من إنه اضطر يفتش بطريقة معينة أو بطريقة حاجة. هو من الخبرات السابقة في مبادرات سياسية تانية المركزية كانت بتبقى مؤذية في أوقات كتير جدا، مؤذية لأنها بتخلي المخاطر أعلى، لأنك في الحقيقة لو المركز اتضرب، وده حصل لما الصفحة الداخلية اتضربت في لحظة ما مثلا، بيبقى كل الهوامش مش قادرين يوصلوا لأي حاجة، بس كمان مؤذية للتطور الفكري والتنظيمي للنشطة نفسهم، لأنهم كتير بيركنوا للمركزية وعلاقاتهم بيها، وده واحدة من الحاجات اللي كنا عايزين نبقى بنبعد عنها، إنه إنك تركن ده وتعتقد إنك المركز الأهم، وإنك مش محتاج في الحقيقة أو ما عندكش وقت تطلع الفروع أو المهتمين يبقوا فروع على مستجدات عشان يبقوا معاك أو يبقوا حتى قياديك بعد كده بيقودوك تنظيميا مثلا أو مشابه. وكانت ميزة الحملة إنها مش محتاجة كمان، هي مش تنظيم سياسي، هي مش محتاجة هذا الشكل من أشكال التنظيم، فهي في الحقيقة كان في بعد عن المركز طول الوقت ومحاولة لإنه المركز ما يبقاش هو الأهم وهو اللي فيه كل المعطيات تحت إيده. بس كمان كانت من مميزات الحملة والحملة والرفاق فيها كانوا بيحتفوا بده جدا، هو إنه المبادرات مش لازم تطلع باسمها خالص، يعني حملة الكتب من أجل المعتقلين أو حملة الحق من الصحة، هي يعني نقاش حصل جوه الصفحة بس مش لازم خالص كان يطلع من جوه الصفحة، هو الصفحة ما بتعتبرش إنه الفضل الأكبر فيهم ليها أو الحملة ما بتعتقدش ده، فمبادرات مختلفة طلعت من جوه، مبادرات مثلا خرجت من إنه الأهالي يتعرفوا على بعض قرروا ينظموا نفسهم فيبقوا في وقفات لامهات المعتقلين، خصوصا انه النوع ده من الحاجات كان بيبقى فيه شيء من الامان اعلى شويه، انه احنا ممكن نقترح اقتراحات جواه لكن براه خالص نقوم نعمل وقفه نسائيه للدفاع عن المعتقلين او سلسله بشريه. طبعا الحاجات دي برضو توقفت في مثلا 2015، لانه على 2015 بقى الثمن للوجود في التحركات في الشارع باي شكل من الاشكال اعلى بكتير من قدرتنا على مواجهته، ومردوده أقل بكتير من الثمن، احتمال يبقى ده بيرجع تاني، ولأنه في الحقيقة بدأ الناس يبقى في إصرار بعد الحركة اللي حصلت مع تيران وصنافير إنه في قدرة على التواجد في الشارع ولو إلى حد ما ممكن نحاول نناور حواليها، بس طبعا ده لسه طريق طويل ولسه مش من الحصافة الإصرار على إنه العمل السياسي فقط التواجد في الشارع. ودي واحدة من مميزات حملة الحرية الجدعانة، إنها في الحقيقة أظهرت
انواع مختلفه اخرى من العمل اللي بتحصل. هو النقد ده في الحقيقه مفهوم، لانه في الاخر الحمله بتكتب على صفحتها، بتكتب عن 10 معتقلين في اليوم، في 2 منهم اللي اتكتب عنهم بينتشر اكتر من الباقي. ده مش بايد الحمله، ده مردود وقع اللي اتكتب عند الناس، مش لانه اللي اتكتب عن الاثنين دول احلى، بس الاثنين دول معروفين. ففي الاخر بيجي عند ناس ثانيه انطباع انه الحمله مسؤوله عن انه الاثنين دول اللي اتكتب عنهم، بس اوكي انهم بس اللي اتكتب عنهم. وده احصائيا مش حقيقي، يعني احصائيا مثلا مش حقيقي ان الحمله بتكتب عن غير الاسلاميين اكتر، احصائيا في الحقيقه انه العكس صحيح. احصائيا مش حقيقي ان الحمله بتكتب عن المعروفين اكتر. في الحقيقه انا عندي مشكله مع انه المعروفين اللي هم معتقلين لانهم معروفين، اللي هم بيدفعوا اتمان وبياخدوا سنين سجن اعلى لانهم معروفين، يعني احمد ماهر او احمد دومه او علاء عبد الفتاح، بغض النظر عن مين فيهم صديقي بشكل شخصي ومين فيهم زميل من بعيد، لازم نعترف ان وجودهم جوه المعتقلات بسنين سجن طويله. احمد خرج مؤخرا لكن احمد دومه وعلاء ما خرجوش، وفي قلق كمان انهم من كتر الاحكام يمكن ما نعرفش نشوفهم قريب، يعني ما يخرجوش قريب. أنا ما حصلش أبدا، بس هما بينالهم كل هذا التنكيل لأنهم معروفين، لأن الكلمة من حد فيهم بتنتشر أكتر، وبالتالي من الظلم جدا إننا ننساهم أو نبقى اعتزاليين في حملاتنا للدفاع عنهم. في طبعا محاولة دايما لإنك تسلط الضوء على غير المعروفين، بس ما هم بعد كده بيتحولوا المعروفين. يعني مثلا نموذج مهم ومشهير جدا، محمود حسين اللي هو معتقل التيشيرت، اللي هو كان في المترو بتيشيرت مكتوب عليها وطن بلد عزيز، مطلب ما فيهوش اي حاجه، يعني اكيد محدش يقدر يقف يقول علنا لا انا عايز وطن بتاع زيب، انا مزاجي وطن بتاع زيب، يعني حتى الان المفروض يفكر انه يقولوا ده علنا. فالولد التافه ده هو كان قاصر واتسجن فتره طويله جدا، وجوه السجن كمان حصل مشاكل صحيه واصبح محتاج يعمل عمليات في رجليه، والعمليات بتتاجل، وبالتالي وضع قدرته على المشي بقى بيزيد ضعف. الولد ما كانش معروف خالص، لا هو ولا اخوه اللي بيجري ويسعى حول علشان حريته. هو اتسجن سنتين اعتقد واكثر، ما يقرب من سنتين على الاقل. طبعا اعتقادات كتير قوي بعد ما الناس بتخرج يحصل بلوك، هو خرج مؤخرا الحمد لله. هو ما كانش معروف خالص، بس فجأة بقى مش فجأة، بعد عمل دؤوب من الحملة ومن أخوه المعتقل، من طارق أخوه ومن آخرين تفاعلوا معاه، أصبح مشهور. أمنستي بتكتب عنه، هيومن رايتس واتش بتطلع بيان عنه، صحف أجنبية بتتكلم عنه، معتقلين واهاليهم واخرين كتير بيقولوا لنا اه شفناه طمنوا هو كويس. بشر كتير بقوا بيعتبروا قضيتهم الشخصيه، القاصر اقرب للطفل المعتقل اللي بيعاني معاناه هتسبب له اعاقه حياه بحالها. ده حصل لانه ما كانش معروف، لكن اتخلق من جوه الحمله زخم خلاه معروف. بعدين بقى بيتقال ما انتوا بتتكلموا عنه لانه معروف، بيتم تناسي تماما انه في الحقيقه احنا كنا بنتكلم عنه لما ما كانش معروف. طبعا ده ما بينفيش ابدا ان انا ما نقعش فيه كلنا، مش بس حمل كافراد وكاعضاء حمله وحملات اخرى، في المطب بتاع اننا رغبه في النجاح، نحاول نركز على اللي لما هتتكلمي عنه هيبقى في كتير من الناس بتردد الكلام وبتنشره، ولانه شايفاه نموذج برضه. هي دي برضه حاجه تكتيكيه بتتحسب، انه في 20 في القضيه بس هم مش هيخرجوا غير لو ركزنا على فلان اللي معاهم المعروف، فال 20 هيستفيدوا لما هو ياخد براءه. وده حصل في اكثر من قضيه، بس ساعات كمان بنركن لاننا ما ننقدش نفسنا كفايه وناخد بالنا اننا محتاجين نتكلم عن الباقيين. بس في الحقيقه انصافا يعني للحمله ولرفاق الاخرين في الحمله حتى مش لنفسي، كتير من الوقت كانوا الاتهام بتاع انتوا ما بتتكلموش عن المعتقلين بيحصل على الناس ولا بقوا معروفين ان الحمله اشتغلت عليهم. هي رفيقه قررت انها
تحاول تعمل حملة مختلفة. هي حملة ملهمة أكيد فرقت معايا، بس مش بالضرورة خالص إنها تكون استلهمت من هي. طبعا الثورة المضادة قواها مختلفة، النظام نفسه المعارضين محسوبين على المعارضة، هما جزء مواليين النظام. ما ينفعش نستهين بيهم أو استخفى فيهم، مش من الذكاء أبدا بالمرة. واحدة من تكتيكات النظام لشلنا عن العمل السياسي هي انهكنا باعتقالنا وانشغلنا بالمعتقلين. حصل طبعا انه لاسباب مختلفه اتكلمنا عنها قبل كده في الانترفيو، اصبح الشاغل الرئيسي بالنسبه لنا هو حركه الدفاع عن المعتقلين. مرهق نفسيا لينا كمان، مش بس مرهق في الحقيقه يعني، عشان الواحد يبقى بينصف نفسه، مش بس كمان مرهق للحركه السياسيه. احساسنا اننا بقينا بنعمل في اطار شغل صيانه، ولاننا بالاساس مش حقوقيين. احنا كتير مننا وبالذات كبار ثوره بقى مؤمن بالتنظيم، بالعمل السياسي، باهميته، باهميه التراكم السياسي. اجزاء جزء كبير من الشغل على المعتقلين هو عمل مش بالضروره بيحقق تراكم، لانه الان هوبفلي الناس بتخرج، الناس بتطلع، الناس اللي بتيجي، ولانه التكتيكات بتختلف، لانه تكتيكات النظام بتختلف، ولانه اشكال القضايا بتختلف، اشكال التلفيق بيختلف، اشكال التنكيل بيختلف. خبراتك بتزيد، بس في الاخر البنى مش نفس لا الجوده ولا الواقع ولا المردود بتاع بنى سياسي مع فئات مختلفه، طبقات مختلفه، معنيين مختلفين بالتغيير. غير انه طبعا مش ممكن الحركه الحقوقيه مهمه وبتخلق كتير من الحمايه والقدره علشان حتى الحركه السياسيه تقدر تشتغل جوه الحمايه دي. بس بتمتاز الحركه السياسيه بانها بتشتغل على تغيير مفترض تكون جذري اكتر، ويكون معني بقرارات وسياسات هتغير في مقدرات حياتنا جميعا. لكن الحقيقه طبعا وطئه القمع كانت عاليه جدا، والثمن كان انه حركه الدفاع عن المعتقلين باشكال مختلفه، وعيش المعتقلين، وصيانه حياه المعتقلين، واهالي المعتقلين، اخذت كتير من مؤخرا بدات يبقى في دروس مستفاده، يبقى في ناس عندها رغبه تستعيد الحراك السياسي. لكن ده قعد فتره طبعا، حاصل مؤلم منهك، بس هو حاصل. انا بس عايزه اقول انه الحمله كانت مفيده كمان جدا، في انه كان في ناس في الحقيقه هيوصلها الجنون. يعني انا بتكلم على الظرف الذاتي للنشطاء كتير، بس انا ليا رفاق شباب صغيرين وشابات كان ممكن فعلا يا يصيبهم الجنون يا يصيبهم مرض اخر خطير، وهو انه في الحقيقه كانوا هيتطرفوا، كانوا هينضموا لجماعات مسلحه. يعني ما كانش هيبقى في حل تاني. عدم وجود مكان يصبوا فيه جهد ووقت ويبذلوا فيه كل الممكن علشان الدفاع عن شيء مؤمنين بيه، اللي هو حتى حريه المعتقل زميلهم او مش زميلهم، كان ممكن فعلا يوديهم لطريق حقيقي. وانا اعتقد انه الحمله وحملات تانيه كتير ومبادرات مختلفه اللي هي انا فاهمه انها سحبت من الزخم السياسي، بس هو وقتها كمان كان في شلل في الحركه السياسيه وفراغ حقيقي. هي كمان حمت ناس كتير من انها تشوف زمايلها او ان هي نفسها تروح لطريق من الاثنين دول، تتجنن او تتطرف، لانها كانت قادره تحس انها لانه الحلم كمان كان اكبر من اننا نتخلى عنه لمجرد انه النظام مش بس بيقول لنا تخلوا عنه، لا ده بيحرقنا، بيضربنا بالكرباج وبيسحب من اعمارنا علشان نتخلى عنه. ف كل العاملين والشغوفين بالشغل على الصيانه للمعتقلين واعاشتهم والدفاع عنهم
المحامين النشطاء المتطوعين تماما لرفاقهم ولغير رفاقهم للناس اللي بتشتغل عشان المجهولين دول كلهم في الحقيقة عملوا حاجة لغيرهم من المعتقلين وعملوا حاجة كمان لغيرهم من البشر اللي محتاجة لسه تصدق إنه في ناس عندها من النزاهة والإنصاف القدر الكافي إنها تشتغل لغيرها وتبقى معنية بسلامة غيرها وحقوق غيرها.